صباح خير. يلا حكى كريم. يا شيخة يا شيخة وش فيك يا بزعكي؟ وش فيك؟ لا بارك الله في الشيطان بالأطار. ايش فيك؟ وراس كبت الموية علي. ايه كله داخل علي مخرعني. ما تقول احم، ما تقول دستور، ما تطق الباب. وش فيك؟ وش سبي؟ قبيت قبيت الموية علي. يوه مالي سبي سبي. وين مفاتيح الموتر؟ وانا وش دريني وين مفاتيح الموتر؟ روح دور عليها، يمكن طايحة جنب الموتر ولا طايحة منه ولا منه. روح دور عليها. روح جايني وين المفاتيح؟ مدري اطبخ، مدري انظف، وش اسوي فيكم انا؟ والله لا اجر لي بودقار، القد كل يوم اتهز انا في عالم. وين المفتاح؟ ايش بلاي دلي تضيع كل شيء. موت الرحلطي، حسبي الله عليك بالولد، حسبي الله عليك بالولد، لكن هين أوريك أنا. أبوي يا ولدي يا ولد، حسبي الله على خليفتك. يا ولد الله يموت اليوم، مليون مرة قايل لك لا تاخذ الموتر، انا مو بليزك بعد تاخذه وتفحط. قايل لك عندي صورة ابو فيك، لا تفحط الموتر، لا تسرق الموتر، لا تاخذه. ايش يسوي فيك؟ اقترب انا مو بليزك. بارك الله فيك بالولد، انا مو بليس مليون مليون مره قايل له، قايل له لا تفحك بالموتر، لا تلعب بالموتر. يلا عليكم. من ما اسحن طبلونه هو علامه. لا تلومه لا تلومه، محرس محرس، لا تلومه. وكل محرس يجي طاير منه يا ما ابغى يقرب عندنا هنا يا مستعجل مستعجل. وش فيك يا خوشان؟ بتصدق يا خوشان؟ ما وقف ما نعرف ارامل. وين؟ وين صافق لي طبلونك يا الحبيب؟ وين؟ اي هذا الشالبو والفتيله والصابون اللي قلت لي قبل العرس. شنبوه وفتيله؟ والله الفتيله هذا الشعر اللي طالع من فوق راسك. شنبوه يا الفرنسي. الله كله معوي. دكتور جايب لي زيت فرامل. ابو خبل انت؟ مدهن جسمك بزيت فرامل؟ زاد اشوفك ما اشيلك لان ببليسك ما لو ما مسكتك ما ردك الا جسمه الارجنتين يا ثور. اي انت اللي بعطيني هالورقه وش قلت لي اشتري الشنبو وهالفتيله وقبل العرس تقول لي انت يا ثور يعني ببليسه بشق بيد الخبل وش يخلينا نزوجه؟ لا بارك الله فيه. ابك معطيك ورقتين، ورقه للموتر تجيب زيت، ورقه ثانيه عشان تجيب السم حقك العطر والعطر حق الاباط والعطر ذاك وذاك حق الاطفال.
ايه عرفت ها الا باب السبليه اللي حطرهم لل يعني اجل الثانيه ضاعت يا اخوي رشيد. وتقوم يا الثور تعطر جسمك بزيت الفرامل؟ بدون ليشك وش اقول لك وش اقول لك يعني والله ما ادري ايش اقول والله ما ادري ايش اقول انو ليشك يا الله اكبروا فيك الناس انو ليشك بنزينك وبنزين ريحتك ابك ريحتك ما فرق العطن عن ريحتك تقوم بعد زود تحط زيت فرامل اي يا اخوي رشيد وش تبي اسوي اجل تعال علمني كان علمني الله عليك بتضيعنا بتضيعنا يا اخوي لا تطق عاد تراني بعرس قرب خشيت بعد خشيت قرب خشيت بعد خشيت قرب خشيت وش فيه؟ هذا درس هذا درس كيف تسيطر وتكون قاعدة أنا عشب تسو سيطرت عليك فيها عنفوانية وفيها إمبريالية مع شوية قشاعية من 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 حس الباب الإنسان للواقعية للدكتورية شفت الدكتورية اللي هي المسيطرة تسيطر وتحكم على على هذا هذا البؤرة على هذا الكائن اللي هو كالموتر الموتر برضو قيادة لازم أنت تصير قائد ومسيطر عليه بمعنى القيادة هي التحكم بالدركسون الدركسون من يمسك الدركسون ويقود هو القائد كالبيت كالرجل والمرأة أي يا أخوي شاد قاعد تبربر علي من يوم ما فهمت وش تقول وش تقول أنت يا ثور يا ثور الدركسون يعني أنت اللي تصير تقود أنت اللي تسيطر أنت اللي تلف يمين ما هي باللي تاخذك تمسك الدركسون هذه بنت بعزوز لازم أول ما تجيبها تقصقص قرونها وتسوقها سوق الثور أي وإذا ما لقيت في راسها قرون إيش تبي نسوي قول طق يا أخوي رشاد إيش فيك أنت يا أخوي إنك تبط سبدي أفهم أنا أبغاك أنت المهاجم تغدى فيها قبل لا تتعشى فيك اسأل مجرب خبرة خبرة تكفيخ خبرة تهذيب شوف الحين مرتي شيخة لو ادخل البيت من ادخل البيت وهي زي الالف سنتي ما تتحرك سنتي شفت السنتي ذا صغير ما تحركه ليش لاني انا سيطرت ولما سيطر ما هبا خلي جيتك اي يا اخوي شيخ الله ما افهم وضح لي اكثر ما يخالف حق لك سؤال عن سؤال تافه بس لابد يعني مثلا اول يوم اول يوم تعاينها زين لا تعاينها وتضحك عاينها كذا زين ثم نقول لها روح صلحي شاهي بتقول لك طيب بتجيب الشاهي بتحطه عندك زين عاين الشاهي دقه قل شاهي طلع حلو روحي وكذا وارمي الفريق قل الشاهي حلو انا ما ابي حلو ابي مر واذا جابته مر يا اخوي رشيد ايش تبي اسويها لين جابته مر شف واذا قامت حطت فيه وخففت السكر وجابته وحطته اشرب شوي بعدين نظرها النظره الثانيه ذي كذا قلها ليش مر واضرب البريد قل راح هنا صلحي وسط اي اذا جابته وسط له بحالي ولا هم مر وش اسوي بها لا تقول ايش اسوي بها قل انا ايش بسوي بك حالي مر في شاهي حالي مر ولك افهم راح انقلع راح تجهز العرس راح تجهز وعياني وياك لان نظرتها شو تنظرها اللي علمتك والله اللي ما طلع علي والله اني موقف شيخة على الصانتي
المربى هني. ما ندري مسويين طبق البيت كله. ما شاء الله. الحمد لله. بعد انا مستعجل عشان عندي شغل بهرصه. خير، وين بتروح من صباح رب العالمين؟ ابغى اروح الزق لوحه تقبيل على بقاله زيد بعد ما قلت خاتمته وراح نقل برا الديره، راح الناس اعوذ بالله هم ربعه ولا هم من طبعه ولا هم من طبعهم. انت لما تفتح بقاله او مشروع ثاني يعني؟ مثل ايش؟ عياده اسنان. الله، عياده الاسنان لو اصكس ببوكس انتقها ضروس العقل. عنب ابليسس يبيلس عشان تنتق من دم جز يبيلس 100 سنة ضوئية عشان توصل ثمس. ما ظنتي في حرمتك ريحة عقل، صدق ابتلشنا فيها. الله يسامحك يا خالتي، خلينا العقل لتش. قلبي ما يطوعني على هالدكان. يسرقها هذا منطق؟ انت قصدك الدكان ده؟ اجل انه دكان ولد الجيران؟ يا اخي ده يتسرق ليه وشنو يعني؟ هو دكان فاضي قزازة مويه ما فيه يا اخي. صادق صادق محل ما في شيء. طيب دام المحل ما في شيء يا الثور وراك تدخل في المحل؟ يعني انت من هذين المنحاشين المتخلفين؟ يا اخي عليك الله ما تبتلينا يا اخي. يا اخي انا كل الحكايه انا زول كنت بفتش لي في شغل وما لقيت. اهي انت حصلت باب الدكان ده مفتوح فقلت كده اتجمل لي كده شويه، دخلت ورقدت وجيت انت زي الوحش الكاسر. طبعا طبعا انقباض رهيب وسرعه في التعامل وسرعه البديهه عندي معروفه. هذه وراثة من أيام جدي 14 اللي جاء من وش اسمه من أستراليا، كان تاجر شيش طاقو يبيع على المهم ويوم إنك لقيته مفتوح ويسايب حلال سايب، وش قصتك أنت؟ وش قصتك؟ وش طاعونك يا أخي؟ جيت غريتكم دي بدور في شغل وما لقيته. بقول لك يا أخي، بقول لك ما لقيته، أسرق نمت بس على القاعدة دي كلها. يعني ضعيف مسكين. اي حالة مباركة. اي واني مثلك وانا بعد ضعيف مسكين، لا شغل ولا مشغلة غير قلبي ذا الخشية رايح جاي. طيب وش تعرف تشتغل؟ وش المهن اللي تعرفها؟ مزاولين شيء؟
الزمن داعي شيء يشتغل أي حاجة. يا سلام، إن شاء الله لو كان داير لي أطر ليك السماء. مكافح مكافح بعدي بعدي مدام المؤهلات صارت شبيهة مع بعضنا تغرب. وإني والله شكلك سمح، شكلك سمح بضعيف وتنحب. الله يسلمك وتنحب. ما شفت المحبة. تنحب. إيش رأيك نفتح لنا مشيرية؟ يا حلا اعمل لي غرة فرحني قلبي شي مرة. والله يا رشيد بن حويرش صدق إنك اقتصادي، لقطها لقط. يا رب يا رب الله يوفقنا إن شاء الله وتزين الأمور وتبدأ تسرسب الأمور والدراهم. امشي اليوم امشي تحجم. يهمك يا رجال، ترى مفلوق خمس مرات، انا شايبه هو وزوجته كل شوي تدخله. عبرك يا عبرك يا ابويا تحيم عبرك. ايه الله يبارك في عمره. شم الوجر الله يسلم. شم الوجر من ذا زيد. اي من مرتبك. بارك في الشيطان ابن عيطان وخلها تفلقني. ترى والله دائما تحققني وهو عندي. اقول يا حرمه انزلي لا تطحين. انزلي من انت؟ هلا بطن طبني وبخ جبهك على الهوى. هي الشوزة اقول انزل عبسيا. اقول قال عرش. اقول بس يمشي. يلا بس يلا نجين عرشكم بعد ونجين وديهكم. البركة. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يبارك بالذرية الصالحة. الله يبارك في عمركم. مبروك يا دحيم ملك العيال ابو الهبل. الله يبارك في عمرك يا سعيد. يعرفون الواجب، يعرفون علوم الرجال. دحيم والله اخوي شيخ. تعال تعال تعال. وين رايح؟ تعال ابيك. اي ايش تبي يا اخوي؟ عطنا الحساب. اي شو؟ حساب التوصيلة. حساب التوصيلة؟ الحين جايبين من بيت العرس عشان نعطيك الحساب. اجل اجل مطلعك بالعرس ومطلعك بالوليد وجايبك ببلاش بتدق الدراهم ولا راح تعلمت القسم. اي يا اخوي رجع لي هذه مره لصاله العرس. وش ارجعك؟ اعطي دراهم من الحين. اي ما تعرف ما في جيبك. امزح معك. اسمع عاد اسمع. مثل ما علمتك اكرب عليها كرب، سيطر، خلك انت رب الاسره المحوري في العمود اللولبي. ابشر يا ابو من اولها. ابشر يا ابو من اولها. اخوي تراك ازعجته. ترى اسمع سيطر على عليها وخلك انت المتحكم بكل شيء. اول ما نخلخ عليك بقى. ابشر يلا
من اولها اقول اتركها عنك بشمشام. عم بتسمع كلامها؟ انا اركب الكمه. لا تروح، رح معي العزبه. وين تروح؟ مع العزبه معي. لا تروح ابدا، ما تتزاعق قدام، ما تحترم رجاجيل وربعك. يلا همش، يلا امشي، امشي معي. الله يا اخوي رشيد. طيب الله ما ادري عن الولد، عارف يفشلنا عند آل حويري. الله يعيد. أقول لك التفاهم الزوجي والأسرة بالمجتمعات الأسرية لازم يكون الرجل هو المسيطر، هو الحاسم والمسيطر على الأسرة. آل حويري ترى آل حويري ما هم بسيطين، ما هم بسيطين أبد. تلقاهم ماشيين حريمهم على 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 الصانتي. سلام. على الصانتي. يشكم هاشكم. أفك كلامك. يا رشاد. أفك رشاد. تكلم رشاد. أفك بالليل. هذا ما سمع الكلام، قايل لك كبها ربها ربها، خلها مرت السنة ما عاد تتكلم. خذ عصيفينا. شفت عصيفينا لو دخل ايش اسمه البيت شيخ هذي على كبرها، خذ يتنها بس هذا كبرها تنها رينب تذل خذي ما يحتاج دال مثل ولا وتكل شاطر